السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة Master in Flutter in Arabic. في هذا الدرس إن شاء الله رح نتعلم الكنترولر، رح نتعلم كيف نعمل Validate للحقول. بالبداية طبعا كل حقل أنا بكتب فيه تمام هو طبعا البيانات تنحفظ فيه على هيئة كنترولر، تنحفظ البيانات المكتوبة بهذا الحقل على هيئة كنترولر، فكل تكست فورم بحاجة كنترولر. طبعا من الميزه الحلوه اللي انا عملتها تمام اني انا عملت فانكشن واستبعدتها اكثر من مره، فبمجرد ما اعدل على الفانكشن انا اوتوماتيكيا طبعا عم بعدل على جميع الفورم اللي طبعا اللي عم تستخدم هي الفانكشن. فبكل بساطه بعمل كنترولر تمام، هذا الكنترولر طبعا بده يتغير وهو لازم يكون يونيك، كل تكست فورم إلى كنترولر خاص فيها. فرح مرق هون متغير سميه تكست ايديتنج كنترولر تمام بهي الطريقه، ورح سميه مثلا ماي كنترولر بهي الطريقه، وهذا تمام رح اعمل له كابي رح اعمل له بيست بهذا الشكل تمام. فكل واحد صار فيه كنترولر خاص فيه. طبعا عم يعطيني مجموعه من الاخطاء انه هو طبعا ناقصهم باراميتر، طبعا ما انا هون ما طبعا قمت بعمليه زياده argument تمام يعني باراميتر، فصار لازم تضيف باراميتر لكل واحد من هدول. طيب انا لهلا ما عملت ولا تكست اديتنج كنترولر لكل حقل، فانا كل حقل بحاجه اني اعمل له تكست اديتنج كنترولر. نبدا هون طبعا نختار هي المنطقه، يفضل احسن شيء يعني بالبدايه حتى ما هي نكتب هون ستارت فورم كنترولر هي الطريقه. رح نكتب باذن الله اول شيء تكست اديتنج كنترولر، موضوع بسيط كثير ما في اي تعقيد، هو الكلمه طويله ولكن الموضوع بسيط. الفكره منها انه مثلا حسمي اول لحظه يوزر نيم، رح تحفظ لي طبعا انا عملت انستانس هو يوزر نيم من نوع تكست اديتنج كنترولر، رح اعمل نيو تمام تكست اديتنج كنترولر بس بهالطريقه ما في شيء صعب. بنعمل كنترول سي كنترول في كنترول في كنترول في. طبعا عندي الباسورد وعندي طبعا الكونفيرم باسورد وعندي اكيد اخر شيء هو الايميل بهذا الشكل تمام. طبعا اخلي الايميل فوق تحت اليوزر نيم احسن بس حتى انه يكون شيء واضح بهذا الشكل تمام. يوزر نيم ايميل باسورد كونفيرم باسورد، اذا هون كونفيرم باسورد بهي الطريقه، طبعا هي للتاكيد تمام هي الفكره. هلا انا بمسك اليوزر نيم تمام وبنزل المرأة لادخل اسم المستخدم تمام لهون بهذا الشكل، فالتغى عندي الخطا هون بدخل له طبعا كلمه المرور بهذا الشكل، التغى ايضا عندي الخطا. بنزل للاسفل بنمرق هون طبعا اليوزر نيم ايضا. ليش اليوزر نيم هون؟ لانه نحن هلا وين صرنا؟ صرنا طبعا تمام بالساين اب، انا اللي مرقتهم قبل شوي كانوا بالساين ان تمام؟ اذا الساين ان مرقت له اليوزر نيم والباسورد ورجعت انا بالساين اب عم مرق اليوزر نيم وهون رح مرق طبعا الباسورد لانه هلا بالساين اب تمام؟ باسورد. وهون طبعا رح مرق انا كونفيرم باسورد كونفيرم باسورد بهذا الشكل، وهون انا طبعا رح مرق ادخل البريد الالكتروني هنا فرح مرق الايميل تمام بهذا الشكل. هيك انا اموري كلياتها تمام، والمعلومات طبعا اللي بكتبها داخل الحقول رح تنحفظ طبعا من خلال الانستانس تمام الكنترولر بهذا الشكل. طيب اذا بدنا نتاكد من هذا الكلام طبعا نسينا نقطة مهمة بس نسينا نحكي عنها. الفورم اللي هي طبعا مثلا ساين ان عندي لا ابدا بالبداية. فيها فورم، الفورم نحن لازم نعرف لك كي خاص فيها، نعرف انه هي المعلومات جايتني من اي فورم، تمام؟ هي الفكرة الرئيسية منها. طيب انا هي الكي مثلا على سبيل المثال رح اسميها فورم ستيت بهذا الشكل، تمام؟ الفورم ستيت طبعا نطلع لفوق بهذا الشكل، تحت هون نعمل بكل بساطة global key تمام بهذا الشكل من نوع طبعا form state تمام، ما في اي شيء معقد ان شاء الله الموضوع بسيط. طبعا الform state اللي انا عملتها هلا الform state بهذا الشكل تساوي طبعا global او خلينا نقول new تمام global key طبعا تمام من نوع طبعا form state، اذا هي خاصه بالform. اذا لما نقول احنا نوع فورم ستيت فهي خاصه بالفورم. الفورم ستيت هذا هو اللي انا مرقته وين؟ اللي مرقته هون بالفورم كي. طبعا انا مرقته للساين ان ايضا لازم وين مرقه؟ لازم مرقه للساين اب.
تمام. sign up ايضا بهذا الشكل. اوكي بهذا الشكل ما عندنا اي مشكلة. اوكي بهذا الشكل. طبعا انا حسميه هون form state sign up بس للتوضيح. وطبعا فوق اللي حسميه form state sign in بهذا الشكل. وراح ارجع اعرف طبعا global key تانية تمام بهذا الشكل. هيك احسن كل واحد يكون خاص فيه. sign in sign up بهذا الشكل. حتى طبعا يكون كل واحد له key خاصة فيه. تمام؟ كل حقل له key خاصة فيه. طبعا انا بالبداية رح بعمل sign function سميها sign in بهذا الشكل. طبعا الفانكشن بكل بساطة تحتوي على var من قيمة داتا او اللي حسميه انا طبعا form داتا بهذا الشكل. تمام؟ الفورم داتا هو اللي انا اخذ طبعا الجلوبال كي تمام للساين ان على سبيل المثال. رح نبدا بالساين ان. اذا ما تفهمنا الساين ان فهمنا الساين اب بشكل اوتوماتيكي. تمام؟ فورم ستيت ساين ان دوت كرنت ستيت يعني القيم الحاليه. تمام؟ اذا الكرنت الشيء عم يصير تمام بشكل حالي. تمام؟ فالكرنت ستيت تمام تخزنت بالفورم داتا. هلا رح بقول له انا اذا طبعا الفورم خلينا نبدا طبعا خلينا نقول الفورم داتا دوت فاليديت يعني اذا كل القيم فاليديت تمام يعني مثل ما انا عاملها فاليديت وما في اي مشكله اطبع لي طبعا على سبيل المثال نقول له مثلا اطبع لي برنت خليه يطبع لي على سبيل المثال يوزر نيم تمام دوت تكست على سبيل المثال عفوا تمام دوت تكست بهذا الشكل. خلينا نشوف اذا هذا الكلام صح او خلينا نطبع بدال هالكلام نطبع نكتب valid بس نكتب valid بكفي valid بهذا الشكل. والا طبعا اذا ما انا valid فاكيد راح تكتب لي اطبع لي مثلا بالكونسول not valid بهذا الشكل. فكره الكنترولر هي القيمه اللي انا عم بكتبها بالحقل يعني انا لما بكتب هون قيمه بالحقل تنحفظ طبعا الكنترولر. طبعا هذا اسم المستخدم اذا هو اليوزر نيم. انا القيمه اللي كتبتها داخل هذا الحقل هي انحفظت باليوزر نيم تكست اديتنج كنترولر. فتمام اذا هي انحفظت وكل هذا الكلام ما انا ادخلته داخل فورم والفورم انا عرفت لك اياه بكل بساطه بهذا الشكل. فانا عم اقول له بهذا الكلام انه انت تمام الفورم داتا دوت فاليديت تمام اذا القيم valid يعني معناتها انا قطعت كل هاي المراحل وكل الثلاثة تحققت منهم. طيب انا كيف بدي اعمل valid لكل حقل على حذاء وانا طبعا هون عامل انا لكل عامل فانكشن كلية تمام رح اتحكم بكل شيء يعني وما عامل طبعا كل حقل هي وكل حقل اسهل كان وانا كان اني ما عم استخدم الفانكشن وكل حقل لوحده تمام كان اسهل من حيث الفهم بالنسبة لكم ولكن هي الطريقة الاصح. فلذلك ببساطة ما في اي مشكلة عندنا طبعا احنا نعمل validator كل حقل بنعمله نحن فاليديتور. طبعا مثلا بنكتب له لا يمكن ان يكون عدد الحروف اقل من 4 لا يمكن ان يكون هذا الحقل فارغ يعني وهكذا يعني هي فكره الفاليديت تمام اللي بنشوفها طبعا باي تطبيق موجود عندنا بالجوال. هي ابسط طريقه. انا رح مرق مثلا هون رح نكتب على سبيل المثال ماي فاليد خلينا نكتب تمام وهون رح طبعا مرق انا بهذا الشكل my valid بهذا الشكل. طبعا الحمره نفسها اوكي ما في اي مشكله. طبعا هون صار انا بحاجه فانكشن فوق بهذا الشكل. طبعا صار عندي اخطاء لاني بحاجه باراميتر. الباراميتر اللي بدي ادخله هلا رح يكون فانكشن حكما 100% ما في اي شيء طبعا بيحل محل الفانكشن. فرح نعمل فانكشن فوق ان شاء الله بسيطه ما فيها اي شيء تمام. رح اعملها بشكل عام بالبدايه يعني جلوبال بعدين طبعا نعمل فانكشن لكل حقل على حذاء تمام. رح اكتب على سبيل المثال خلينا نكتب valid global بشكل عام. طبعا اختار الاسم اللي بيناسبك ما في اي مشكله هون طبعا بهذا الشكل. طبعا القيمه اللي بدها ترجع لي هي string تمام والفانكشن طبعا خلينا نقول بيقبل string val تمام بهذا الشكل. خلينا نقول dot اذا تمام الval dot embed is embed تمام بعلي طبعا او خليه يرجع لي عفوا الفانكشن يكتب لي مثلا الفيل تمام لا يمكن كانت ام بي تي على سبيل المثال. طبعا اي كلام هو طبعا جمله خاطئه ولكن بيهمني الفكره انا تمام.
ومرة أنا طبعا الفاليو جلوبال أو عفوا الفاليد جلوبال لكل تكست إديتنج عفوا لكل بيلد تكست فورم بهذا الشكل. موضوع بسيط ما في أي شيء معقد بهذا الشكل. أوكي أيضا نفس العملية تكرارية. أوكي بهذا الشكل. طبعا هلا ما عندي ولا خطأ. طبعا بنعمل سيف وبنعمل هوت ريلود وبنروح طبعا على التطبيق اللي عندنا. ان شاء الله ما يكون عندنا اي خطأ. بنفوت عفوا بنفوت على تسجيل الدخول اللي نحن عملناها. طبعا هلا بمجرد ما اكتب طبعا وبعدين نعمل طبعا تسجيل الدخول ما صار عندي اي شيء. طيب ليش ما صار عندي اي شيء؟ لان انا بكل بساطة البتون ما عرفت له اني ما دخلت له الساين ان الفانكشن ساين ان. طبعا بنروح على البتون الموجود عندنا الساين ان تمام الرايز باتون هذا هو تمام ما في اي مشكله. والاون بريست تمام بهذا الشكل رح اقول له طبعا لما بضغط عليك شغل لي او رح نلغي هالكلام كله. اوكي رح اقول له شغل لي الساين ان بهذا الشكل الساين ان بهذا الشكل. طبعا الساين ان انا اللي عرفته فوق هون بهذا الشكل اللي هي فكرتها بس تتحقق انه هل القيم الموجوده داخل التكست فاليديت ولا لا. وبنعمل طبعا نحن هوت ريلود ونروح على تسجيل الدخول ان شاء الله ما يكون عندنا اي خطا. بنكتب اول حرف طبعا وبنعمل تسجيل الدخول. بنلاحظ انه بالحقل الثاني قال لي الفايل كان كانت امبتي لا يمكن يكون فارغ. على سبيل المثال لو محينا طبعا الدبليو من الحقل الاول ايضا ورجعنا ضغطنا تسجيل الدخول شوف كمان كتب لي هون الفايل كانت امبتي لا يمكن ان يكون فارغ. وكمان ايضا بالكلمه المرور كتب لي الحقل لا يمكن ان يكون فارغ. ان الحقل لا يمكن ان يكون فارغ لو رحنا على انشاء الحساب ضغطنا تسجيل الدخول طبعا ما رح يصير اي شيء. ليش؟ لانه بكل بساطه هي فورم الكي تبع غير الكي تبع الفورم هي تمام. اذا كل وحده لها كي خاصه فيها. فهي الفكره الرئيسيه. طبعا بنكتفي بهذا القدر لدرس اليوم. طبعا درس طويل ولكن الفكره الاساسيه اللي حنراجعها طبعا ما في شيء صعب بس رح اراجعها انا مراجعه بسيطه. التكست اديتنج كنترولر بتخزن لي القيمه الخاصه بكل تكست. يعني انا طبعا عم مرق له كل تكست على حذاء تمام. انا كل تكست فورم عم مرق له التكست اديتنج كنترولر الخاصه فيه تمام من خلال طبعا فاريبل خاص بالفانكشن اللي هو طبعا تكست اديتنج كنترولر ماي كنترولر. طبعا لو انا ما عملها فانكشن كان الموضوع اسهل رح تلاقوه ولكن ما في مشكله. خلينا نفكر تفكير يعني خلينا نشتغل شغل اصح من البدايه وتتعلموا الصح. ولو تعبتوا شوي بالفهم يعني الدرس هذا ما في مشكله بالبحث ان شاء الله يعني لحد ما رح يكون معكم ولا مشكله. طبعا انا شرحت كل شيء اللي ما فهم الدرس عيد الفيديو مره ومرتين حتى يفهموا 100%. بتمنى الدرس يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. طبعا يا شباب الاشتراك بالنسبه لي هو دعم كبير كثير يعني اكثر ما تتخيلوه. اذا استفدت من الفيديو بتمنى تشاركه ليستفيد اكبر عدد ممكن من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.